سيادة الوزير دكتور أشرف صبح، مساء الخير. أحمد مساء الخير، والله أنا بشكر حضرتك جدا يعني على دورك الوطني وعلى دايما يعني ما تقوم به الدولة، دايما حضرتك تتكلم عليها بشكل حقيقي وبتنقله، يعني متشكرين. يعني لا يا فندم سيادة الوزير، أولا اللي أنا بشوفه ده الحقيقة، النهاردة الناس تشوف عملنا إيه وبنعمل إيه، وده لمين سيادة الوزير؟ اللي قدامنا ده لمين؟ ده أفندم اللي قدامنا لمين؟ طبعا مش شايف التلفزيون، بس ده لكل الناس. يعني احنا لما طبعا اولا يعني دايما بنعتز كده بالمسانده الدايمه لفخامه الرئيس بكل يعني حاجه مرتبطه بيه، اولا المواطن، ثانيا في القطاع اللي انا يعني بمثله، قطاع الشباب وقطاع الرياضي، مسانده كبيره جدا بالتفاهم، ودايما مصلحه المواطن هي الاساس، وتطوير الدوله هو الشيء المهم، الشيء الكبير جدا. اكيد يعني احنا كمان بنراعي ان في تطوير اعمالنا نخاطب جميع الطوائف، جميع الاعمار، لان هي يعني رؤيه واستراتيجيه يعني تشتغل. فبالتالي احنا مراكز موجوده، مراكز تنميه شبابيه موجوده، كمان يعني عندنا مراكز تعليم مدني، نزل شباب، بيوت شباب، دي كلها يعني بتخاطب يعني كل المواطنين. النهارده يعني يعني كان في حاجتين او موضوعين، طبعا موضوع بقينا ننظر بشكل جديد الى المجمعات والصالات الرياضيه اللي تتوازى مع شكل الدوله المصريه الحديثه وشكلها بشكل كبير بره وجوه مصر. عشان كده الحمد لله بقينا نجتذب يعني كل الاتحادات الدوليه، لان شايفه الفاسيلتي وطريقه التنظيم، فبتيجي مصر الحمد لله. ومن ضمنها مجمع حسن مصطفى النهارده، يعني الحقيقه كان حاجه مهمه جدا ان كمان من خلال هذا الافتتاح يضاف الى البنيه الاساسيه الرياضيه لمصر هذا المجمع اللي بيحتوي على صالة متقدمة جدا، وكمان صالتين مش صالة واحدة، وفندق موجود، وأيضا مكان للتأهيل والمكان الصحي والمكان كمان للياقة، وبشكل مهم جدا. واستضافة كمان للاتحاد الأفريقي، مقر فرع الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الأكاديمية الأفريقية والاتحاد المصري لكرة اليد. الصالة كمان أو المجمع ينفع إن احنا نعمل كل المناسبات مش الرياضية بس، يعني الأحداث العامة، الاجتماعات، بعض الحفلات، يعني تنظيميا وشكلا وموضوعا الحمد لله. الجانب الآخر طبعا احنا بنخاطب المجتمع بكل طبقاته الاجتماعية، فطبعا لفت إلى نظرنا إن يعني الأندية العامة أو الأندية الخاصة بدأت يعني تزيد شوية أو تزداد القيمة المالية للاشتراك، لأن دي موافقة جماعة عمومية، ويعني بتبقى لوائح، وبرضو عشان تغطي مصاريف النادي أو الأندية. فإحنا في الحقيقة عملنا منتج يكون وسطي، يعني إحنا الخدمة اللي فيه تكون أعلى مستوى زي أكبر نادي، لكن يمكن يعني التعامل فيه دفع عضويته، بالإضافة إلى النظام الداخلي للتطوير الرياضي او الاجتماعي، زي ما النهارده كده يعني شرفنا يعني بتفقد فخامة الرئيس، ده حاجه يعني كبيره جدا، واهتمامه في الحقيقه بالنواحي الرياضيه بتفاصيل دقيقه، يعني مش مجرد اهتمام، عشان دايما سيادته بيقول ان الشاب المصري والرياضي المصري لازم يكون احسن شاب في الدنيا، والرياضي كمان يعني لازم يكون شاب رياضي كده عنده الفاسيلتيز او المنشآت اللي تشوفه، اللي بيشوفه بره يشوفه هنا. نعم. يعني حتى لما بنلعب بطولات يعني وبيسافر، احنا عندنا هنا الحمد لله بقى مماثل او اعلى، فبالتالي الجانب ده عامل من الاعداد النفسي للبطل كمان، يعني لا يقل عن 20% من الاعداد، ان هو المكان اللي بيتمرن فيه، انا بتكلم على لاعبي المنتخبات بصفه خاصه، يعني او لاعبي يعني الفرق الكبيره، وده اللي بقى موجود عندنا دلوقتي في يعني رؤيه وفكره هذه المنشآت. الاشتراك سيادة الوزير ممكن يبقى كام ولا لسه ما حددتوش؟ لا، متحدد هو يعني 100,000 بالاضافه الى الضرائب طبعا الموجوده
بودابست ل 120,000، وكمان دي يمكن جدولتها، ودي بتوازي انديه فوق ال 400,000. يعني الخدمه دي في الانديه اللي بتقدم ده لا تقل، بالاضافه الى ان فكره الانديه كمان مبنيه على ان يعني بيتولاها مجالس امنا ليها توصيف، وكمان الاعضاء يعني مش هيبقى فيه انشغال بجمعيه عموميه وانتخاب، لان ليها هدف معين هذه الانديه. فبالتالي اللي موجود من الاعضاء يعني علشان ياخد اعلى خدمه اجتماعيه واعلى خدمه رياضيه دون الانشغال، لان الاداره محوكمه، اداره محكمه جدا. كمان الاداره مين؟ انتوا ولا جايبين حد تاني؟ لا لا، كلها مبنيه على يعني انت عارف حضرتك يعني تخصصي غير يعني العملي. يعني إدارة المنشآت الرياضية وتسويقها وإدارة البيج فينيوز كونسلتيشنز للحاجات دي، فحطينا خبرتنا كلها مع مجموعة عمل. الفكرة بتبنى على إن يكون في مشغلين متخصصين. النادي الصحي أكبر القطاعات أو الشركات تكون موجودة. ده مش معناه تحميل على العضو، لا بالعكس خالص، لكن الخدمة نفسها. الأكاديميات قطاعها التدريبي افضل ناس موجودين، يعني عندنا كابتن احمد الاحمر عامل اكاديميه مثلا، كابتن رمضان درويش في الجودو عامل اكاديميه، فكمان حتى الرياضيين الشباب نجوم كمان بيبقوا موجودين وندعمهم في ده. كمان اللي بيدير التشغيل نفسه شركه متخصصه مصريه ولا اجنبيه؟ لا لا لا، مصريه، لكن احنا بناخدها رانكت يعني زي ما بيقولوا كده، ليها مواصفات. لكن احنا البيز الاساسي احنا اللي بنؤمن النظافه والصيانه، دول تعاقد على طول مع شركات بحيث ان احنا يكون البيزك دايما يعني يكون مناسب. يعني سياده الرئيس وحضرتك في هذه الجوله، لانه في حاجات كانت بعيدا عن ما كانش في حوارات جانبيه ما بين سياده الرئيس وحضرتك. سياده الرئيس كان اتفضل يا فندم. لا اتفضل يا سياده الرئيس، كان ليه توجيهات معينه، حاجات معينه في اثناء هذه الجوله؟ فخامه الرئيس دايما يعني بيشوف التفاصيل وبيسال في التفاصيل ويتاكد ان الخدمه دي بتروح للمواطن بالشكل المفروض هنا او حتى في الملعب او في مركز شباب او في برنامج شبابي، يعني دي بصفه عامه، ويتاكد تماما ان ده هيفيد المجتمع. وبيشوف يعني زي فخامته لما يعني طلب يشوف جمباز، صلاة جمباز، صلاة جمباز دي من افضل الصلاه في الشرق الاوسط. كمان بتساعد المنتخبات القوميه وادارتها، ايضا احنا اكاديميه مع الاتحاد المصري للجمباز، وفيها خبراء من الصين وخبراء من روسيا اللي هم يعني متقدمين في الموضوع دوت. فبالتالي احنا الحمد لله يعني يعني الاكاديميه كمان عليها اقبال كبير جدا. لان يعني احنا عندنا كمان الصالات دي لكن مش بنفس حجم المجمع ده. موجوده في مركز تدريب المنتخبات القوميه عشان منتخبات مصر. وعندنا في مركز شباب الجزيره. فبالتالي يعني الحمد لله بندعم فكره كمان ولادنا في المنتخبات، لان احنا عندنا مشروع قومي الموهبه والناشئين والبطل الاولمبي. فبنغير الحاله من القاعده. نغير الحاله نفسها من قاعدة التدريب. وعلى فكرة احنا كمان يعني مهتمين جدا بالتطبيق العام في المحافظات، يعني القاهرة بس اللي واخدة. والفكرة دي كمان هتعمم، لان احنا النادي ده هيبقى له فروع في المحافظات؟ اكيد هيبقى ليه. احنا الفرع شيراتون احنا بنعمل الفرع الثاني وتطوير سريع جدا ان شاء الله، يعني قريبا باذن الله. وطبعا العاصمة الادارية فرع ثالث ان شاء الله برضه يتفتح رسمي. زائد ان احنا عملنا مشروع في الحقيقه مع السادات الوطنيه، ان احنا تطوير الاستادات اللي موجوده في المحافظات. عندنا مساحات شاسعه فاضيه. والحاله العامه يعني بتاعت الاستاد مش عاليه، وفي بعض الانديه في المحافظات غاليه. ففي الحقيقه احنا ماشيين بجدول زمني مع السادات، ان احنا غيرنا بقى في انديه العواصم او المحافظات. هي بؤرة اجتماعية ثقافية رياضية، وبرضو بأثمان يعني 50 أو 60 أو 70 ألف لخدمة عالية جدا، لكن أقل بكتير في نفس المحافظة نادي عادي ب 200 ألف مثلا. يعني بتكلم على الجزء الاقتصادي، بتكلم كمان
على تطوير الخدمة في المحافظات. أكيد لما بدأنا نعمل ده في البداية يعني الصورة مش واضحة، أكيد اتكلموا ووضحنا ليهم، لأن احنا يمشي الجدول ده هتبقى يعني كمان أندية المحافظات غير مراكز الشباب غير المدن الشبابية الرياضية، نعم اللي هي سي سي كلاب ثم النادي اللي احنا عاملينه. فبالتالي احنا بنخاطب كل فئات المجتمع، وكمان مراكز مين بيها جدا يعني مهتمين، لان ده نعم. الو سيادة الوزير، سيادة الوزير في حته حضرتك اتحركت او حاجه كريمه بتضمن يعني تطوير وانشاء جديد. المرحله الاولى يا استاذ احمد 1041 مركز شباب تطوير وانشاء جديد بيضافوا الى اللي عندنا قبل كده. نعم. اذا احنا يعني الموضوع يعني مجتمعيا في كل الاتجاهات في الحقيقه. طيب هل عندنا مراكز شباب تاني عايزه تصور فيها مشاكل؟ ما احنا قلنا فيه يعني ما خلصتش كده. عاملين خطه لغايه 2025 ان شاء الله. معدلات رقميه ان احنا ننهي المشاكل مراكز الشباب ما بين التطوير وما بين يعني اعاده تاهيل او اضافات. وحركنا كمان معانا القطاع الخاص الحمد لله ان هو يقدر القطاع الخاص يقعد محاكمه يطور ويدير في ظل يعني منظومه متكامله يعني. سيادة الوزير لا حديث اهم من بعد طبعا الايام اللي جايه مصر السنغال، المباراه الاولى اللي هتكون 25 في استاد القاهره، ماذا عن اخر استعداداتنا ترتيباتنا؟ ولاول مره يكون عندنا هذا العدد الكبير من الجماهير، من 11 سنه ما شفناش هذا العدد هيكون في استاد القاهره. ايه الاجراءات اللي بتتم والتنسيق بين الجهات المعنيه في كل مؤسسات الدوله؟ احنا طبعا بشكر معالي وزير الداخليه للتنسيق والتفاهم مع سيادته ودوله رئيس الوزراء طبعا. واحد استاد القاهره، 2 2000، وكمان استاد القاهره يعني هيبدا ان هو بناء على طلب المدير الفني ان الاستاد تكون الارضيه بحاله جيده وان يقعد فتره ما حدش يلعب عليه. انا دي توجيهاتي فعلا للتنفيذ لهيئه الاستاد بحيث ان هو يبدا بقى نقفل الاستاد علشان يعني الملعب بما يليق ونوفر كل الظروف اللي يعني يحددها وبيقولها المدير الفني والجهاز الفني تنسيقا مع الاتحاد المصري طبعا. اكيد هم الجهاز الفني دلوقتي مركز جدا ويعني مع لعيبته. طبعا عندنا الانديه الاهلي والزمالك والانديه المشتركه في افريقيا هتخلص لغايه يوم 20 علشان كده هو هيعسكر بعد نهايه انتهاء طبعا مشاركه الفرق حتى لا يتاثروا. لكن هو كمان طبقا لكلام طبعا او اتحاد الكره الاستاذ جمال اجتماعه معايا قبل كده ان هو المدير الفني طلب ان الدوري يفضل شغال ما يقفش عشان ده يعني فنيا ليه هو افضل من اللاعب يعني يفضل يعني بيلعب وشغال ويشوف اللاعبين يعني. ان شاء الله يعني المنتخب ولاعبتنا دايما الرسائل ليهم المحترفين واللي موجودين ان شاء الله يعني يكون في استعداد جيد ويكون عندنا الطموح والامل باذن الله لسعاد نفسهم وسعادنا كمان ان احنا نوصل لكاس العالم مع صعوبه الموقف ان احنا بنلعب فريق كبير واحنا كمان فريق كبير ان شاء الله ما يبقاش حاجه صعبه علينا. يا رب باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور.